D1FM 91.2. بعد ما بينت له الترخيص اللي قدمناه للولايه، سيد وزير الداخليه تو عطى الاوامر بتاعه لكل الامنيين انه باش يحميكم وليس باش يعتدي عليكم. المنظمه التونسيه للشغل هي مش منظمه نتاع فوضى، مش منظمه نتاع عنف، نحن منظمه سلميه وندعي ونطالبوا بمواقف سلميه، وهذا اللي يعرفوه الناس كلها. انا استغربت وقت اللي قال توا ما فماش ترخيص، وفي الحقيقه هو موجود ترخيص نلقاه دفعوا للكاتب العام الجهوي او للمجلس النقابي الجهوي بتاع سي فتحي عزايز في التاريخ، اموره واضحه. فلما خاطب سيد الوزير قال الان اعطيت توا فورا اعطيت تعليمات لحمايتكم كل. من حقنا انا باش نتظاهروا سلميا تضامنا مع المناضل النقابي رضا شاوات. اليوم نحن في وقفه معناها تضامنيه مع الشيخ رضا جوادي، وطلبنا فيها ترخيص من يوم 27 اكتوبر معناها اثر الاجتماع الجهوي مع باشراف المجلس النقابي الوطني.